أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم.